صباح الخير مشاهدينا الكرام وفقرة جديدة من هذا الصباح. طبعا شهر أكتوبر هو شهر النصر، شهر الاحتفالات، وكلنا بنحتفل بنصر أكتوبر المجيد، خاصة وزارة الثقافة اللي بتعمل عدد كبير جدا من الفعاليات، ليس في محافظة القاهرة فقط ولكن في كل المحافظات المصرية، طبعا احتفالا وابتهاجا بنصر أكتوبر المجيد. النهاردة هنتكلم عن احتفالات وزارة الثقافة بنصر أكتوبر، 550 تقريبا فعالية في كل محافظات مصر احتفالا بنصر أكتوبر المجيد. معي الدكتور حسين صلاح الدين محمود البنهاوي، عضو المجلس الأعلى للثقافة. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. طبعا ذكرى نصر أكتوبر ذكرى عزيزة على كل المصريين وعلى كل العرب طبعا. نعم. وفي مصر بنحتفل بها من خلال عدد كبير جدا من الفعاليات في كل محافظات مصر. يعني في الحقيقة أنا بهني الشعب المصري، بهني نفسي بهذه الذكرى العطرة التي يعني أثبتت أن الشعب المصري قادر ويستطيع ويرفض الهزيمة ويستطيع أن يحقق النصر، وهذا ما أرجوه، وبإذن الله نحقق النصر على أنفسنا أيضا. الاحتفالات يا فندم وزارة الثقافة مخصصة أكثر من 500 فعالية في كل ربوع الوطن احتفالا بنصر أكتوبر. نعم، الحقيقة أنه هو ده دور وزارة الثقافة، لأنه لو كلمنا عن وزارة الثقافة فإحنا بنتكلم عن الفعاليات التي تشكل روح ووجدان هذا الشعب. الثقافة المصرية ثقافة غنية، الفن والفنون النابعة من الثقافة هي التي تستطيع تشكيل وجدان شعب بأكمله، ولذلك عندما نتحدث عن الثقافة نحن نتحدث عن روح هذا الشعب. ما هي أدوات التثقيف؟ ما هي الثقافة؟ الفنون بأنواعها، ولذلك هذه الفعاليات تشمل مسرح، سينما، فعاليات، ندوات. المجلس الأعلى للثقافة سينظم خلال هذا اليوم وخلال هذا الأسبوع القادم العديد من الفعاليات المتصلة بنصر أكتوبر وبالبطولات. مش حفلات غنائية فقط؟ نعم، مش حفلات غنائية. لا لا طبعا مش حفلات غنائية، وإن كنت يعني كنت أتمنى أن تتولى جهة إنتاج فيلم يمثل عظمة هذا الحدث. حتى الآن لا، يعني ما زلنا نعيش على الأفلام التي أنتجت بعد حرب أكتوبر، لكن أنا يعني كم أتمنى أن تتضافر الجهود بين أجهزة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة وكل الجهات المعنية وحتى القوات المسلحة في إنتاج فيلم ضخم عالمي يمثل هذا الحدث الفريد في حياة الشعب المصري. أصدق عن الحرب كلها، لأن في بعض أفلام أو في أفلام ظهرت بعد الحرب. نعم. بتختص بنقطة معينة مثلا. نعم نعم. لا أنا عايز يعني فيلم يمثل هذا الحدث لأنه حدث تاريخي. طبعا. غير موازين القوى في العالم، أثبت جدارة الشعب المصري، أعاد لنا بطولات الجيش المصري على مر التاريخ، أول جيش منظم في العالم وأول معركة منظمة في العالم حدثت على هذه الأرض، كنانة الله في أرضه. فنحن نستحق أن يعني ننتج فيلما عالميا يصور هذا الحدث. هذا لم يحدث بعد، وكم أتمنى أن يحدث عما قريب. الحفلات والندوات والحاجات اللي حضرتك بتقول دي طبعا بنستلهم كلنا منها، يعني حرب أكتوبر وذكرى حرب أكتوبر. نعم. إزاي تقدر بقى الأجيال الجديدة إن هي تفهمهم تعرفهم عظمة الحرب دي وعظمة الحدث الكبير ده اللي حدث. نعم. في المصريين أو في حضرتك المصريين. لو احنا جمعنا كل ما كتب عن هذه الحرب العظيمة ونصر أكتوبر العظيم وبطولات الفزة التي حدثت في هذه الحرب، نستطيع أن نكتب مجلدات ومجلدات. صحيح. كيف نقدم هذا لأطفالنا الصغار حتى يشبوا ولديهم انتماء ولديهم توقير لعظمة هذا الشعب وهذه البلد؟ هذا أضعه على مائدة
الباحثين ومائدة القائمين على الاتصال ومائدة مؤلفي كتب الأطفال لكي يبرزوا هذا. يعني أنا أتذكر أنه الأستاذ أحمد نجيب رحمه الله أحد كتاب الأطفال كتب من حوالي يمكن 30 أو 35 سنة قصص عن بطولات أكتوبر وعن بطولات في الجيش المصري. لماذا لا يعاد إنتاج هذه القصص؟ مهمة علشان الأطفال مهمة جدا لأنه على مدى 50 سنة يمكن أنا عشت الحرب وكنت حديث التخرج من الجامعة وعشت هذه الحرب بكل روعتها وبكل جمالها وأعطت للإنسان أمل في الحياة. هذا الأمل يجب أن يمتد للأجيال القادمة والأجيال الحالية. يجب أن نحكي حتى السادات يعني رحمه الله كان بيقول سيجيء وقت تجلسوا لتخبروا أطفالكم وأبنائكم عما حدث في هذه الحرب العظيمة. الموضوع ده يعني أنا أرجو فعلا أنه يتنبه لي كاتبي القصص وكاتبي الدراما وكاتبي قصص الأطفال لأنه هذا تاريخ عريق وتاريخ مشرف يجب أن نبرزه بصورة أفضل من هذا. دور القوى الناعمة ودور المثقفين في حرب أكتوبر كان دور كبير جدا. نعم. ناس أو البعض ممكن ما يكونش عارفه، عايزين نلقي المزيد من الضوء عليه. يعني هو بص حضرتك، اولا قبل نصر اكتوبر كانت هناك استعدادات وكانت هناك تضحيات لهذا الشعب العظيم. هذه التضحيات تم تجسيدها في بعض الاعمال الدراميه وفي بعض حتى المسرحيات وفي بعض اشكال الفنون الاخرى والاشعار، والابنودي بروعته وباشعاره الجميله كان الاغنيه المصريه كانت بتحث وبتدفع بتبث الحماس في نفوس المصريين الى ان جاء النصر في أكتوبر. بعد أكتوبر شاهدنا الكثير من الأعمال الفنية مثل الأغنية المصرية كان ليها حلوة بلادي السمرة، دي أغنية يعني شاعت وردتها كل الألسنة في مصر. إذن الفن ليه دور، والفن ليه دور عظيم جدا من خلال كل أشكال الفنون قطبا. لكن ما زلت أقول وأردد وأعيد أنه نحن في احتياج إلى إنتاج ضخم، فيلم ضخم عالمي يمثل عظمة هذا الشعب، يمثل بسالة القوات المسلحة المصرية، يمثل صبر هذا الشعب حتى حقق النصر والبطولات التي حدثت. يعني شهداءنا الذين سقطوا أثناء هذه الحرب كل شهيد منهم بيحمل قصة جديرة بأن يلقى الضوء عليها وجديرة بأن تعرفها الأجيال الحالية والمستقبلة. الفكرة اللي حضرتك بتقولها دي ليه مثلا في وزارة الثقافة ما يبدأوش ان هم يطرحوا الفكرة دي مثلا على المسؤولين والمختصين وتبدأ ان شاء الله نعمل فيلم ضخم زي ما حضرتك بتقول؟ مش فيلم يختص بجزء معين في الحرب او بعملية معينة في الحرب. اتمنى هذا أتمنى هذا. يعني أنا يمكن أنا بطرح هذا واتكلمت فيه قبل كده، واتكلمت فيه من سنة على فكرة، من سنة فاتت قلت يجب الإعداد للاحتفال بالذكرى 50 لحرب أكتوبر، يجب الإعداد لها على مدى عام بأكمله. أتمنى أنه ده يحدث والفرصة ما زالت متاحة. الكتاب طبعا والمؤرخين زي ما حضرتك تفضلت كان لهم دور كبير جدا في الحرب، ما هم بينقلوا يوميات الحرب وكانوا كمان بعد الحرب ما انتهت بينقلوا للناس اللي ما شافوش الحرب او اللي ما حضروش او ما كانوش في موقع الجبهة او في موقع الحرب ايه اللي كان بيحصل، فكان الناس كلها فخورة بما يقدمه الجنود المصريين في الحرب. ده بدون ادنى شك، وزي ما قلت لحضرتك انه كل شهيد بيحمل قصة كفاح وقصة نبل. يعني سيناء ارتوت بدماء الشهداء، يجب أن نبرز هذا، يجب أن نلقي بالضوء على الانتصارات التي حدثت ولم تكن انتصارات فردية بقدر ما كانت انتصار جماعي. يعني العمل الجماعي الذي قامت به القوات المسلحة والشعب وتلاحم بين القوات المسلحة والشعب ده يجب أن يلقى بالضوء أكثر عليه من خلال أعمال فنية متميزة وخلال أعمال فنية برودكشن إنتاج عالمي. يعني إنتاج ممكن أن يصل بأصداءه لجميع أنحاء العالم، وده بيحصل يمكن في بعض
بعض، يمكن الحروب البسيطة بتكون الدول قادرة انها تنتج انتاج يتميز بالعالمية ويبرز هذا النصر العظيم. حضرتك تفضلت واتكلمت على دور الكتاب ودور الفنانين والقوى الناعمة في الحرب. بعد الحرب بقى يا فندم، ايه بقى كان الدور اللي كانوا بيعملوه؟ يعني كنا نعرف طبعا ان في زيارات للفنانين وزيارات للكتاب للجنود والجرحى، فعشان طبعا ان هم ايه شحذ الهمم. وده كان مهم جدا في الفترة دي. ده بدون ادنى شك، وزي ما قلت حضرتك انه كانت كل اشكال الفنون بتجسد هذا. يعني وجدنا انه الاغنيه وكما قلت والمسرحيه وبعض الافلام المتعدده في هذا الصدد ابرزت هذا النصر، لكن ما بعد النصر وحتى المباحثات التي تمت، مباحثات السلام، مباحثات السلام دي كانت رائعه. السادات شخصيه فريده ومتميزه، وحقيقه هذا الرجل يعني يستحق الفيلم طبعا اللي هو انتج عنه، ومع الاسف انهم في امريكا انتجوا فيلم هزيل، لانه الانتاج هناك طبعا احنا عارفين تعبس فيه بعض الاصابع الصهيونيه، لكن عندما انتجنا فيلم يليق بالسادات كان ليه صدى كبير جدا. لماذا لا ننتج افلاما اخرى؟ لماذا لا نلقي بالضوء على معركة السلام التي أحرزت انتصار على أرض السلام؟ يعني الدبلوماسية المصرية كان لها دور رائع ومتفرد في بعد الحرب. هذا الدور لم يلقى بالضوء عليه بالشكل الكافي. لا، إزاي يا فندم؟ إزاي كل كتب عن الدور دوت وكل اهتم بالدور ده؟ أنا أتمنى أنه يصدر طبعا. اللي حضر الفترة دي واللي ما حضرش الفترة دي يعلم قد إيه الدبلوماسية المصرية بذلت مجهود كبير جدا علشان بدون أدنى شك. ما هو ده أنا عايز ألقي بالضوء عليه أكتر من خلال أعمال درامية، ومن خلال يعني أنا هقول لحضرتك حاجة. المتحدة عندما أصدرت بعض الأعمال الدرامية اللي بتجسد ما حدث من بعد 25 يناير كان إنتاج رائع. هو صحيح إنتاج حالي وعن حوادث حالية، لكن أنا أتمنى أن نلتفت لتاريخ الشعب المصري، لأنه لو حضرتك تتبعت بطولات الجيش المصري منذ معركة قادش، وهي أول معركة منظمة في التاريخ، حتى معركة أكتوبر، ستجد بطولات لم يلقى بالضوء عليها بالقدر الكافي. ولذلك أنا يمكن بنتهز الفرصة ألقي بالقدر، ربما يكون ليس الكبير ولكن ألقي بالقدر اللي احنا شفنا أفلام وثائقية، شفنا أفلام طبعا درامية، شفنا كتاب بيكتبوا، شفنا إلقاء الضوء، شفنا حلقات تلفزيونية كثيرة. هو يعني الموضوع مش فيلم كبير. طبعا الفيلم الكبير طبعا اللي بيجسد الحرب من الألف للياء ده طبعا شيء مهم، ولكن احنا عندنا افلام وثائقية كتيرة جدا. عندنا بعض الافلام المهمة اللي جسدت بعض البطولات اللي شفناها في الحرب واستمتع بها الشعب المصري. واستلهم روح النصر اكتوبر. ففي بعض الحاجات، في حاجات كتير اتحملت طبعا. هو يمكن انا بقول كده ليه؟ لان يمكن انا عاشق وقارئ نهم للتاريخ المصري. فعلى سبيل المثال، يمكن من حوالي شهر كده كنت بطالع في تاريخ الجيش المصري، فوجدت عبد الحليم نور الدين، وهو مؤرخ عظيم جدا، كاتب انه الجيش المصري في مصر القديمة كان في اثناء السلم يقوم بخدمة الشعب. دي وثيقة موجودة، وموجودة في مكتبة اسكندرية وصدر عن مكتبة اسكندرية. هذا بيجسد ماذا؟ بيجسد عظمة هذا الجيش المصري، وبيجسد ان هذه كنانة الله في ارضه. فاحنا عندنا الجيش المصري على مر التاريخ بيحمي هذا البلد، صمام الامان لهذا البلد. أرجو إلقاء المزيد بالضوء، وإحنا لدينا الوثائقية التي تستطيع القيام. وزارة الثقافة أطلقت العام الماضي مشروع بعنوان مصر، ده طبعا بيهدف إلى توثيق بطولات الجيش المصري وتعريف الأجيال بهؤلاء. شايف المشروع ده إزاي يا فندم؟ وإيه اللي حققه المشروع ده من العام الماضي حتى الآن؟
والله هي طبعا جهود طيبة، ويعني وزارة الثقافة بدون أدنى شك بتلقى برغم إمكانياتها الضعيفة إلى حد ما يعني، لكن بتلقي يعني بتقوم بجهد رائع من خلال قصور الثقافة. وقصور الثقافة بتشهد حاليا تطوير كنا بننشده من فترة طويلة جدا، ابتدى هذا التطوير يمتد إلى قصور الثقافة، لكن المزيد مطلوب، والمزيد من أنه كل قصر ثقافة يكون في حد ذاته مصدر إنتاج لصناعات إبداعية مختلفة، وصناعات الإبداعية قد تشمل الأفلام التسجيلية، قد تشمل فنون مختلفة، قد تشمل مسرحيات على المستوى المحلي والوطني. فأعتقد أن احنا برضو اللي تعمل من السنة اللي فاتت لحد دلوقتي فعلا. يعني هو بدون أدنى شك تعمل على مستوى قصور الثقافة، تعمل حاجات فردية أو على مستوى كل قصر الثقافة قام بجهود، لكن أنا نفسي أنه ده يتطور أكتر، والإعلام يلقي بالضوء على كل قصر ثقافة في كافة ربوع مصر، لأنه لا يلقى بالضوء الكافي أيضا على قصور الثقافة من وسائل الإعلام. هنا التضافر بين وسائل الإعلام وأجهزة وزارة الثقافة مطلوب جدا في الحقيقة. الفعاليات المتنوعة اللي بتتم حاليا يا فندم شايفها ازاي، وشايف التفاف الشعب المصري الكبير حواليها علشان يفرح ويستلهم روح النصر؟ يعني احنا بنمر بمرحلة حرجة جدا في تاريخ الشعب المصري، واللي هي مرحلة بقى البناء، والبناء ايضا سيتطلب تضحيات مثلما كانت الحرب. الآن احنا في مرحلة داخلين على مرحلة جديدة، هذه المرحلة بتطلب تضافر، بتطلب تعميق الانتماء لدى الشعب المصري، لانه لو شفت حضرتك الأزمة العالمية او العالم بيمر بأزمة اقتصادية، احنا جزء منها لسنا بعيدين عنها، لكن كم من المحن مرينا بها واستطعنا ان نعبرها ونجتازها بسلام، وهذا بإذن الله ما سوف يحدث بإذن الله. وده اللي احنا شفناه كمان في الفترة الأخيرة، الحمد لله ما تأثرناش كتير، تأثرنا طبعا ولكن مش زي دول كتير تأثرنا، ولكن الأيام الجميلة اللي احنا عايشينها دي هي أيام يعني كلنا فرحانين بيها، كلنا بنستلهم روح النصر منها، وإن شاء الله الاحتفالات تكون على مدار الشهر، ومجهود كبير جدا من وزارة الثقافة إن هي بتعمل هذه الاحتفالات. 550 احتفالية ده عدد كبير جدا في كل قصور الثقافة في محافظات مصر طبعا، فالشكر ليهم كبير على هذه الاحتفاليات طبعا. وأيضا أشكر حضرتك الدكتور حسين صلاح الدين البنهاوي عضو المجلس الأعلى للثقافة، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا حضرتك. مشاهدينا الكرام، دي كانت آخر فقرة النهاردة في هذا الصباح، غدا بإذن الله فقرات جديدة وأخبار أخرى، دمتم في أمان الله، شكرا لحضراتكم. شكرا فضلك بقى.